وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة، ووقفة أخيرة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا دينا، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 26، اسكندرية 31، 24، مطروح 30، 23، بورسعيد 33، 25، اسماعيلية 35، 24، وجوها حار. بالنسبة للسويس 34، 23، العريش 33، 23، طابة 36، 25، شرم الشيخ 39، 30، الغردقة 39، 29، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 43، 27، أسوان 43، 28، الوادي الجديد 43، 25، شلاتين 41، 31، حلايب 36، 29، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.